اللي ينضم معي من جدة مراسل الإخبارية عبد الرحمن المحضار. عبد الرحمن مساء الخير، يعطيك العافية. عبد الرحمن، يبدو أنك داخل المعرض الخاص بالفنان نهار مرزوق، يا ليت تعرفنا أكثر على هذا الفنان. أهلا فيصل. طبعا لكل فنان مساحته الخاصة ومكانه الذي يبحر فيه في أفكاره وإبداعاته الفنية. نحن اليوم في الورشة الخاصة بالفنان نهار مرزوق، وهو مثل ما ذكرت أحد أهم الفنانين في المنطقة الغربية بل في المملكة، من طبعا عن طريق إبداعاته وإنجازاته الفنية. يعني رحب فيك فنان أبو رعد الأستاذ نهار مرزوق. اليوم الفن التشكيلي، لو نتحدث عن أهميته مع التطورات، مع السوشيال ميديا، مع الاهتمامات المتنوعة الكثيرة الآن، الفن التشكيلي التقليدي أين مكانه من الخارطة؟ أولا أرحب فيكم وجمعة مبارك على الجميع. الفن التشكيلي في السعودية أخذ مساحة كبيرة ورائعة جدا بعد البرامج الأنشطة التي تقدم وزارة الثقافة والإعلام. هذه البرامج كنا نحلم بأن يتحقق لنا شيء منها، الآن تحققت أغلبها وهذا قيمة إيجابية. أولا المساحات المخصصة للعرض، المطارات وتغطيتها بالكامل بفنانين سعوديين، مكاتب رئاسة الوزراء ومكاتب الحكومية الأخرى، وإلزام المؤسسات والهيئات الحكومية كلها بأن تكون أعمال للفنانين السعوديين. هذه كلها تعتبر إنجاز يذكر فيشكر، ولذلك الفنانين السعوديين ممتنين لهذه النقطة. نتمنى أن يكون عندنا أيضا متحف، يعني كل إنسان، إحنا أبناء هذا الوطن وأبناء الوطن يطمعون أيضا أن يكون عندهم متحف أيضا لأعمالهم، وهذا أقل القليل يعني نتمنى. الآن وزارة الثقافة والهيئة العامة للثقافة والجهات المعنية الكثيرة المهتمة بالفن والفنانين لديها جهود. اليوم ما الذي يحتاجه أنت في نظرك، كونك فنان مخضرم لديك تجارب من سنوات طويلة، الفنانين الواعدين الشباب اللي عندهم تطلع أنهم يكون لهم بصمة في عالم الفن التشكيلي تحديدا، وش تنصحهم، وش اللي يحتاجونه حتى أنهم يبرزون أكثر؟ الفنانين التشكيليين أتوقع أنهم يحتاجوا منصات عرض ونربطهم بالمنصات الخارجية. عندنا منصات عرض في الخليج والأرت فير الموجود في الدول العربية والأوروبية، ربط الفنانين فيهم أعتقد أنه يعطيهم ثقل أكثر ويعطيهم مساحة للتواصل مع الآخر. والآن الموجود هو عبارة عن جهود فردية، 3-4 فنانين لهم ارتباط بملتقيات فنية خارج البلاد، تجد أنه كلهم يعتمدوا على العلاقات والمعارف الشخصية، ولذلك كنا نتمنى أن تترتب بشكل أجمل عن طريق وزارة الثقافة، يكون الملتقيات والأرت فير الموجود في كل الدول يكون يعطى مساحة للجيل الجديد، يعطى مساحة للجيل المتوسط، يعطى مساحة للرعيل الأول، علشان نستفيد من بعضنا وعلشان نوقف مع بعض ونقدم صورة مشرقة لوطننا.